اول شيء سوينا الكبه اللبنيه، بلشنا فيها بالعجين، حطينا لكل كيلو برغل نص كيلو لحمه عجل، على الماكينه مع بصله، ملح، فلفل اسود حسب الرغبه طبعا، على الماكينه اول مره وثاني مره، حتى اي حبه برغل كانت مو مكسوره باول مره تتكسر بثاني مره، يكون منظر الكبه تمام. بعدين جهزنا الحشوه، الحشوه هي بصله دبلناها، حطينا فوقها اللحمه، حطينا جوز، حطينا فلفل اسود وملح، وكبكبنا الكبه، واحنا عم نكبكب الكبه حاولنا نملس الكبه بالمي والنشا مشان تضلها متماسكه، وغلينا اللبن، وصل لمرحله الغليان، مسكنا الكبه بنكاشه اسنان وسقطناهم حبه حبه، نزلناهم على اللبن حبه حبه. هسا رح نتركهم كم؟ خلص سقطناهم. رح نتركهم قديش؟ ربع ساعة. ربع ساعة. كيلو برغل، نص كيلو لحمة عجل، بصلة كبيرة، ملح، فلفل أسود فقط. هلأ في ناس طبعاً، أنا مو العجينة الكبة كل أوكي تمام. ماشي الحشوة، الحشوة لحمة مفرومة تمام، بصلة تمام، جوز، في ناس بتحب تحط لوز، في ناس بتحب تحط سنوبر، أي شغلات. وفي 2 كيلو لبن كمان، 2 كيلو لبن طبعاً تمام. بس فقط لا غير. هلأ أنا بدي أحكي على عجينة الكبة. هلأ هي أصولها ما بنحط لها غير ملح وفلفل أسود، عجينة الكبة ملح عجينة وفلفل أسود فقط، فقط لا غير. وما بينتقع البرغل، البرغل بينغسل بنعصر فوراً مع اللحمة بالماكينة مرتين، بتساوى مع حبة بصلة فقط لا غير. هلأ في ناس بتحب تحط لها نعنع، في ناس بتحب تحط لها قشرة ليمونة، مو عاطلة هي يعني كتير طيبة تمام. بس خلص هي أصولها، في ناس بتحب تزيد عليها شغلات، اجتهاد يعني ما في أي مشاكل. هلأ العجينة بما أنه حكينا ما مننقع البرغل، ممكن بعد ما نساوي العجين ممكن نضطر نحط، ممكن نلاقيها ناشفه شوي منزيدها مي اول باول شوي شوي، بس احنا هلا ان شاء الله انه عجينتنا منيحه. يعني انت بدك اياها بهذا الشكل اللي تكون طاوعه فيه زي ما بدك؟ تمام. ايوه تمام. تمام. ايوه تمام. تمام باذن الله. بس فقط لا غير. بدنا نحط البصل، ندبله شوي صغيره، ما بدنا ياخذ لون، بس تمام. تدبيل بسيط. بس نضيف اللحمه هلا. تمام. هلا احنا حطينا البصل ودبلناه شوي من دون ما ياخذ لون، زدنا اللحمه عليه، اول ما شفناها شوي اخذت لون اللحمه وامورها تمام، رح نضيف الملح والفلفل الاسود فقط لا غير. والكبه صراحه كثير بنبق لها الجوز، يعني الكبه بنبق لها الجوز، جوز القلب يعني. هلا هو صنوبر بيحطوا لها، بس اللي بنبق لها اكثر شيء. عملت اخر مره شفت فيها الصنوبر شخصي؟ شخصي هيو هلا. والله جايب الصنوبر معك؟ يا عيني هلا يا عيني. شخصي اذا مش مضطره تحطيه هنا. بس بدي احكي لك شغله على حسابك. الله يسلمك. بدي احكي لك شغله انه انا الصنوبر ما بحبه، فيعني مو بشوفه وبيضل عندي بالبيت بس ما باكله. عندكم كثير بالدار؟ والله بصراحه كانت حماتي بالامارات جابت لي شيء 2 كيلو. تمام. الله يخليكم لبعض يا رب. الله يسعدك. هسا احنا مستنى استواء، بدك معلقه خشب ترى فيه؟ خلص تمام. هي اذا حابب معلقه خشب. بدنا نحط الجوز، بدنا نحط لها جوز للحشوه، وانا طبعا الجوز يعني مكسرته مخليته ناعم، ما خليته حبه كامله. وسخوا بالجوز يعني جوز طيب. حطوا جوز. اسخوا. والله حطت كميه. هي بصراحه الاكل ما بيطيبوا الا انك تسخى فيه تكرم صح. فيه يعني صح. صح. ما بزبط معه صح. تبخل فيه ابدا صح 100% لازم يعني قد ما بنقدر نسخن فيه. هيك ان شاء الله حشوتنا صارت جاهزه تمام. هاي الحشوه هيك صارت جاهزه اوكي. بدنا هلا احكي لي نساوي اللبن ونبلش نكبكب، لانه الكبه ما رح نقدر نحطها باللبن الا لما يكون اللبن عم بيغلي تمام، لانه بتفرط اذا ما طيب. اعطينا طريقه لللبن اللي ما تفرط فيه. اللبن ما بده ولا شيء، بس بدنا نحط اللبن في مصفاي. طبعا في مصفاي. بقول لك انت هون بس هون يعني هون المصافي خلص امري. لقيتيها المصفاي؟ هون المصافي. والله هيك عرفتي بالمطبخ زي مطابخ الدار زي مطابخ البيت. لكن نفس الشيء. لكن 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 بلشنا لكن. فبنحط اللبن عشان ما يفرط اللبن معنا ولا اي شيء.
بدنا نضلنا عم نحرك فيه ليغلي لانه اذا تركناه بيفرط. فنحن ما بدنا اياه يفرط. تمام. في ناس بيحطوا له بيضه. اها. لا تمام. لبن رايب. لبن رايب، نعم. لبن رايب. هذا لبن رايب. تمام؟ تمام. هلا هلا احنا بنعمله على الخلاط. اسرع. بس خلص هيك تمام امورنا. احنا هسا انت حتضيفي له بيضه هذا اللبن؟ انا ما راح اضيف له، بس هن عشان ما يفرط بيحطوا له بيضه على البارد. وبيخلطوه بعدين بيحطوه على النار. وبيحطوا له رشه ملح فقط. في ناس بيحطوا معه نشا. في ناس بيحطوا نشا، بس هي للشاكريه، او بعد ما نحط الكبه اخر شيء بنحط بكاسه شويه شويه مي وشويه شو نشا. شو بتسوي النشا شويه المي؟ النشا بتمسكها، بس الكبه هي اصلا بتعطيه بتعطيه هيك جماده شويه. تمام. بس الشاكريه لا، بنضطر نحط له النشا من قبل. الشيخه بنحط له النشا من قبل، بس هاد لا. شو الشيخه؟ الشيخه بتقولوا له انتم المخشي. 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 تمام. هسا احنا طبعا اللبن حركناه، تمام، وجهزناه وكله تمام التمام. والكبه ما بدها شيء ابدا. بس هو اللبن هو عباره عن تحريك وملح فقط لا غير. نظلنا نحرك الى ان تصل الى درجه الغليان. غليان. لانه انا ما راح اقدر سقط الكبه الا لما يكون اللبن غالي مزبوط 100%. غالي مزبوط 100%. 100%. طيب هسه بدنا نحشي الكبه. نحشي الكبه. هلا انا بدي احكي شغله. احكي. الكبه عشان تضلها متماسكه ويكون ملمسها حلو، فانا بحط معلقه نشا وشويه مي. هذا بالاخر، اخر شيء بعد ما اخلص كبكبه الكبه، او وانا عم كبكب اذا لزقت بايدي بعمل هيك عشان ما تلزق بايدي نهائي يعني، وتطلع الكبكبه تمام. هذا اثناء الكبكبه قصدك انت؟ اثناء اثناء وبالنهايه. تمام. عشان اذا لزقت اذا ما تلزق بالايد او اي شيء. تمام. هيك امورنا تمام. هاي الحشوه. انت كانك مسويه كميه كافيه للكبه اللي هي مشويه والكبه اللبنيه. اللحمه صح؟ نفس الحشوه؟ لا، المشويه شحمه ودهنه. شحمه ودهنه. ايوه هيك المشويه. اوكي. في ناس بيحطوا لها لحمه وفي ناس بيحبوا يحطوا لها دهنه ولحمه مع بعض. في ناس بس دهنه ما بيحطوا الشحمه. بس هي اصولها شحمه ودهنه. هيك بتكون الكبه تمام. شايفين انه اذا اثناء الكبكب بالنشا والمي شف سكينة انه يعني تتماسك الحبه، عشان تتماسك الحبه وعشان ملمسها يضل ناعم. بنعمل لك صحن للي بتكبكبيهم. تمام تمام. هيك عشان يضل ملمسها ناعم عندنا، ما يخرب ملمسها او اي شيء يصير فيه. يعني حتى نحن بنفرم الكبه مرتين سمير على الماكينة مشان حبة البرغل اللي ما انكسرت أول مرة تنكسر ثاني مرة. خلص ما يضل فيها حبيبات طالعة. تمام. تضلها ملمسها ناعم. وبتقرش. بس طبعا احنا هي مو مقلية لأنها لبنية. قديش بتقعد الكبة اللبنية عشان تعرفي انها غليت؟ طبعا راح تصير على نار هادية. ايوه ربع ساعة. ربع ساعة بنتركها. تمام بتكون امورها. تاخذ وقت. تمام. بس طبعا قبل ما في نكاشة اسنان هون كان وينها. طبعا ضروري انه قبل ما احط الكبه اللبنيه باللبن لازم لو بس اربع هيك عشان يتغلغل اللبن فيها. اوكي تمام. ما تكون ناشفه من جوا. ايوه هيك بس. تمام تمام. طيب نحشي كمان وحده هيك سريعا، شو رايك؟ ما في مشكله. نحشي لنا كمان وحده سريعا. طبعاً. مو غلط طبعا احنا بنحاول. اذا كنت مكبكبه بالاول وحطيته بالفريزر بدي استنى شوي عبين ما تروح؟ لا، لما تكون بالفريزر بالذات ما بصير نستناها تفك، لازم دغري من الفريزر للنار، لانه اذا تركناها تفك بتفرط. طب اعترف لك اعتراف، سويت هيك انا وزوجتي هذيك المره، حاولنا نسوي كبه لبنيه بهاي الطريقه وطلعت من الفريزر الكبه وحطيناها. وكيف اللبن بقول لك يعني كأن الكبه شربت اللبن او صار اللبن هيك خطر. صارت الكبه معجنه. خطر اللبن صارت الكبه معجنه. لانه فرط البرغل باللبن.
فرط البرغل باللبن. باللبن. تمام. ليش هيك فرط بكون؟ لأنه طلعت من الفريزر تدوبت برا. انتوا ما ذوبتوها برا؟ لا ما ذوبناها، انت بتحكي لي من دغري انت معنا. معناته انتوا فارط اللبن معكم مو لا اللبن والله كان تمام التمام وضعه، يعني انا كنت احركه يعني انا كنت يعني انا كنت مشرف على موضوع تحريك اللبن، كان لبن تمام التمام بس ما يكون زي بس انا بقول لك كمية الكبة للبن اتوقع كمية اللبن كمية الكبة للبن اتوقع كانت كبيرة. في نسبة تناسب بالأمر. طبعا يعني هلا كيلو اللبن تقريبا ما بياخذ اكثر من 10 حبات يعني. ايوه بالكثير 10 حبات. والله انا فتحت الكيس وقلت هيك اسف. ما ها هي كمان. طيب هسه بطلعه يعني من الفريزر بدك تتركها شوي تفك؟ لا ما بتتركها تفك، بدك تحطها مباشره بالنار، بدك بنكاشه الاسنان بس وبتحطها على اللبن مباشره، حتى القلي نفس الشيء.